سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بزاف شحال الناس سولوني شنو غنوجد باش ندوز الكونكور في احسن الاحوال. بعدا بالنسبه للناس اللي ما شافوش السيت ديال التسجيل ديال في لا فارماسي، فراه غنخلي لكم لينك في الديسكريبسيون، نزلوا لتحت وغادي تلقاو ان شاء الله. وفي هذا الفيديو غنهضروا على لي موديل اولا شنو خاصني نوجد باش نقدر ندوز الكونكور تاعي في احسن الاحوال. بالنسبه للناس اللي انتريسي، فراه كندير واحد الفورماسيون ديال بريباراسيون ديال الكونكور بالنسبه للناس اللي باغيين يجيبوا الكونكور ديالهم ان شاء الله. خدمنا معكم فيها اكثر من 300 سؤال في كل ماده، ودرنا معكم ريفيزيون في كاع لي موديل اللي غادي تحتاجوهم ان شاء الله باش دوزهم في الكونكور. وهادشي كامل باتمنى جد رمزيه، تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا نشرحوا لكم اكثر. دونك كاينين ثلاثة ديال لي موديل اساسيين. الموديل الاول هو لا بيولوجي جينيرال، يعني اي حاجه عندها علاقه بلا بيولوجي، يعني من لا بيولوجي سيلولير حتى لا فيزيولوجي فيجيتال. هادو كاملين دي موديل خصكم تعرفوهم وتخدموهم. الموديل الثاني اللي هو الفيزيك والبيوفيزيك، غادي خاصكم تراجعوا ان شاء الله الميكانيك فلويد، تراجعوا لو غايونمون، تراجعوا الالكتروستاتيك، وتراجعوا لوبتيك، وتراجعوا ايضا حتى النيكلوير. وبالنسبه للموديل الثالث اللي هو الشيمي ولا بيوشيمي، خصكم تراجعوا اي موديل عنده علاقه بهاد جوج ديال جوج هاد السمايات، بحال مثلا الشيمي جينيرال ديال الاس 1، الشيمي اورغانيك ديال الاس 2، البيوشيمي ستراكشورال ديال الاس 3، والبيوشيمي ميتابوليك ديال الاس 4. بالنسبه للناس ديال الفيستي فراه كيبقى نفس البروغرام، كاع الناس اللي غيدوزوا الكونكور، يعني حتى الناس اللي عندهم باك بلس 2 ولا باك في الشيمي بيولوجي اولا بي سي جي في الفيستي اولا الناس ديال الكلاس بريباراتوار، فراه كاملين غدوزوا نفس الحاجه. دونك حاولوا تراجعوا هادشي، راه مهم بزاف. وصافي، الا كان عندكم اي تساؤل او اي حاجه اخرى بغيتوا تعرفوها خليوها لي في لي كومونتير، غنحاول نجاوب عليها ان شاء الله باذن الله.